ميدان. يحكى أنه كان في قديم الزمان ضحام فقير يعيش مع ابنة له اسمها سلمى. وفي يوم من الأيام طلب الملك من الضحان أن يأتي إليه. جاء الضحان إلى الملك خائفا، كان خائفا لأنه ما كان يعلم ماذا يريد الملك منه. كان الضحان رجلا غبيا، فأراد أن يقول للملك شيئا، أي شيء. ثم قال له: أيها الملك، تقدر ابنتي أن تحول القش إلى ذهب؟ فقال له الملك: هل هذا صحيح؟ هذا عظيم، جيني بابنتك غدا. وفي اليوم التالي جاء الطحان مع ابنته سلمى إلى قصر الملك. أقبل الملك سلمى إلى غرفة مملوءة بالقش. ما كان في الغرفة غير قش ومغزل وكرسي وبعض البقرات. قال الملك لسلمى: هيا حولي هذا القش إلى خيطان من ذهب. حوليه هذه الليلة قبل طلوع الشمس، وإلا ستموتين. قال الملك تلك الكلمات وأقفل باب الغرفة عليها وذهب. جلست سلمى على الكرسي ونظرت إلى القش كله وهي حزينة حائرة لا تدري ماذا تفعل. ما كانت سلمى تعرف كيف تحول القش إلى ذهب. قالت لنفسها: لا شك في أنني سأموت غدا. خافت سلمى كثيرا وصارت تبكي. وفجأة فتح باب الغرفة ودخل رجل صغير الجسم غريب الشكل. كان ذلك الرجل أغرب رجل رأته سلمى في حياتها. قال الرجل الصغير: مساء الخير يا سلمى، لماذا تبكين؟ أجابت سلمى: طلب الملك مني تحويل هذا القش إلى خيطان من ذهب وإلا قتلني، وأنا لا أعرف كيف أحول القش إلى ذهب. قال الرجل الصغير: أنا أعرف كيف أحول القش إلى ذهب، ما جزائين حولته لك؟ قالت سلمى: سأعطيك عقدي. أخذ الرجل الصغير العقد وجلس على الكرسي يغزل من القش خيطان من ذهب. جلس الرجل الصغير يحول القش إلى خيطان من ذهب، ور ور، وإذا ببكرة قد امتلأت بخيطان من الذهب، ور ور، وإذا ببكرة ثانية قد امتلأت. كان الرجل الصغير يملأ البكرة بعد البكرة بخيطان من ذهب بسرعة كبيرة. ظل يغزل خيطانا من الذهب طول الليل. أكمل الرجل الصغير تحويل جميع القش إلى خيطان من ذهب قبل طلوع الشمس. ملأ البكرات بخيطان الذهب واختفى. عند طلوع الشمس جاء الملك إلى غرفة سلمى. رأى الملك الذهب فذهش وفرح كثيرا، لكنه كان طماعا فما اكتفى بما صار عنده من الذهب. أمسك بيد سلمى وأخذها إلى غرفة أكبر مملوءة بالقش. قال لسلمى: هيا حولي هذا القش إلى خيطان من ذهب، حوليه قبل طلوع الشمس وإلا قتلتك. جلست سلمى على الكرسي خائفة تفكر. أحست سلمى أنها ستموت في الغد لأنها لا تعرف كيف تحول القش إلى ذهب. أحست أنها ستموت فصارت تبكي. فجأة فتح الباب ودخل الرجل الصغير إلى الغرفة. قال الرجل الصغير لسلمى: ما جزاء حولت لك القش إلى ذهب؟ أجابت سلمى: سأعطيك خاتمي. أخذ الرجل الصغير الخاتم وجلس على الكرسي يغزل خيطان الذهب. ظل يغزل خيطانا من الذهب طول الليل. أكمل الرجل الصغير تحويل القش إلى خيطان من ذهب قبل طلوع الشمس. ملأ البكرات بخيطان الذهب واختفى. جاء الملك عند طلوع الشمس إلى غرفة سلمى. رأى الذهب فدهش وفرح كثيرا، ولكنه كان طماعا فما اكتفى بما صار عنده من الذهب. أمسك بيد سلمى وأخذها إلى غرفة أكبر مملوءة بالقش. قال الملك لسلمى: هيا حولي هذا القش خيطان من ذهب، حولي هذه الليلة سأتزوجك بعد ذلك وستصيرين ملكة. جلست سلمى على الكرسي وصارت تبكي. وبينما كانت تبكي دخل الرجل الصغير إلى الغرفة. دخل وسألها: ما جزاء إن حولت لك هذا القش إلى ذهب؟ بكت سلمى المسكينة وقالت: ما بقى عندي شيء أعطيك إياه. قال الرجل الصغير: أريد منك وعدا بأن تعطيني أول طفل تلدينه بعد أن تصيري ملكة. فكرت سلمى وقالت لنفسها: سوافق على طلبه، ربما لا أصير ملكة، وإن صرت ملكة فقد لا يكون لي طفل. قالت سلمى ذلك لنفسها: وعدت الرجل بأن تعطيها أول طفل تلده بعد أن تصير ملكة. فرح الرجل الصغير بهذا الوعد وجلس يغزل
من القش خطام من الذهب. أكمل الرجل الصغير تحويل جميع القش إلى خطام من الذهب قبل طلوع الشمس واختفى. وعند طلوع الشمس جاء الملك إلى غرفة سلمى، رأى الذهب ففرح كثيرا، فرح وقال لنفسه: إن ابنة الطحان جميلة، لقد صرت بفضلها غنيا جدا، سأتزوجها. وفى الملك بوعده لسلمى، تزوجها وأصبحت ملكة. كانت الملكة سلمى تعيش سعيدة جدا في قصر زوجها الملك. وبعد سنة من زواجها ولدت طفلا جميلا. فرح الملك والملكة كثيرا بمولد الطفل. نسيت الملكة كل شيء عن الرجل الصغير الذي حول القش إلى ذهب. بعد أيام قليلة من مولد الطفل جاء الرجل الصغير إلى غرفة الملكة. جاء إليها فجأة وقال: جئت لأخذ طفلك الذي وعدتني به. خافت الملكة عندما سمعت كلامه وضمت طفلها إلى صدرها. خافت الملكة وطلبت من الرجل الصغير أن يترك لها طفلها. قالت له: سأعطيك كل ما في المملكة من مال إن أنت تركت طفلي. رفض الرجل الصغير وقال: أترك لك طفلك؟ هذا مستحيل، إن الطفل أعز إلى قلبي من كل ما في المملكة من كنوز. سمعت الملكة كلام الرجل الصغير فصارت تبكي بكاء شديدا، بكت كثيرا. فأشفق الرجل الصغير عليها وقال: لن أخذ منك طفلك إن حزرت اسمي خلال 3 أيام. فبقيت الملكة تلك الليلة ساهرة تحاول أن تتذكر الأسماء التي سمعت بها طول حياتها. وفي الصباح طلبت الملكة من الحارس في القصر أن يأتي إليها. أتى إليها الحارس فطلبت منه أن يجمع لها أسماء جميع الذكور الذين في المملكة. جاء الرجل الصغير في اليوم الثاني فذكرت له الملكة كل اسم سمعت به، لكن الرجل الصغير كان يقول لها بعد كل اسم تذكره: هذا ليس اسمي. وفي الصباح التالي طلبت الملكة من حارسها أن يذهب إلى بلد آخر. طلبت منه أن يجمع لها أسماء جميع الذكور في ذلك البلد. عاد الحارس إلى الملكة بأسماء غريبة جدا وكثيرة. ذكرت الملكة جميع تلك الأسماء للرجل الصغير عندما جاء إليها، لكن الرجل الصغير كان يقول لها بعد كل اسم تذكره: هذا ليس اسمي. شعرت الملكة باليأس والحزن لأنها ما عرفت اسم الرجل الصغير. عاد الحارس إلى الملكة في اليوم الثالث متأخرا وقال لها: ما سمعت اليوم أي اسم جديد أذكره لك، ولكني رأيت بيتا صغيرا على جبل عال في آخر الغابة، ورأيت نارا تشتعل أمام ذلك البيت. قال الحارس: كان هناك رجل صغير غريب الشكل يرقص حول النار. كان يرقص ويغني قائلا: اشتعلي اشتعلي يا نيران، وارقص وافرح يا جعيدان، اسمك لن تعرفه سلمى، وستعطيك الطفل اليوم، فارقص وافرح يا جعيدان. فرحت الملكة عندما سمعت ما قاله الحارس وعرفت اسم الرجل الصغير. وعندما جاء الرجل الصغير تظاهرت الملكة بأنها لا تعرف اسمه فقالت له: هل اسمك معطبان؟ أجاب الرجل الصغير: لا، هذا ليس اسمي. سألت الملكة: هل اسمك عربشان؟ أجابها: لا، هذا ليس اسمي. قالت الملكة: إذن لابد أن يكون اسمك جعيدان. سمع الرجل الصغير اسمه فغضب كثيرا، ضرب الأرض برجله من شدة الغضب وقال: لابد أن إحدى الساحرات أخبرتك باسمي. ضرب الأرض برجله بشدة فأحدثت ثقبا في الأرض، علقت رجله في الثقب فازداد غضبه. أمسك رجله بيده وبدأ يشد بكل قوته ليخرجها من الثقب. شد رجله بقوة فأخرجها. أخرج رجله من الثقب وخرج غاضبا من الغرفة. خرج وما عاد بعد ذلك أبدا.